نهاية جولته الآسيوية بأوزبكستان. السيسي يؤكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع طشقند في مكافحة الإرهاب. خلال لقائه بمقاتلي الجيش الثالث الميداني، وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء. بعد إعلان لندن أسماء المتهمين في قضية سكريبال، الخارجية البريطانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الروسية، وموسكو تجدد نفي علاقتها بالقضية. نشرة الخامسة مشاهدينا الكرام تأتيكم من تن، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم وإلى التفاصيل. البداية حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوزباكستان والعمل معها على زيادة التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب. وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوزبكي شوكت ميردياييف في العاصمة الأوزبكية طشقند، ثمن السيسي مباحثته مع ميردياييف التي تطرقت إلى ترسيخ التعاون في مجالات الطاقة واستعداد مصر للتعاون مع أوزباكستان في مجال تصنيع السيارات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة فاتحة لمزيد من توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وأوزبكستان، مؤكدا أن حكومتي البلدين وشعبيهما سيعملان على المزيد من توثيق ورفعة هذه العلاقات. أود أن أؤكد لكم تطلعي لأن تكون هذه الزيارة فاتحة لمزيد من توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وأوزبكستان، وأؤكد وكل ثقة أن حكومتي البلدين وشعبيهما سيعملان على المزيد من توثيق ورفعة هذه العلاقات. فإنني أتقدم مجددا لأخي السيد الرئيس شوكت ميردياييف بخالص امتناني وتقديري على حفاوته، وأتوجه إليه بالدعوة لزيارة مصر لاستكمال جهودنا فيما اتفقنا عليه لما فيه خير الشعبين المصري والأوزبكي الشقيقين. من جانبه قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميردياييف خلال المؤتمر أن لقاءه مع الرئيس السيسي أظهر تقاربا في وجهات النظر تجاه عدة قضايا، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أنهم ناقشوا مسائل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. كما أكد الرئيس الأوزبكي على ضرورة استمرار التعاون بين الأزهر ومركز البخاري في طشقند. وكان الرئيس السيسي بحث مع نظيره الأوزبكي شوكت ميردياييف سبل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في إطار التعليم الصحيح للدين الإسلامي، واتفق خلال جلسة مباحثات عقدت بالقصر الرئاسي في طشقند على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. هذا وكانت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي قد أجريت صباح اليوم بقصر الضيافة الرئاسي، حيث تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأوزبكستاني ميردياييف مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون بين وزارتي خارجية البلدين والتعاون في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية والرياضة وعدد من المجالات الأخرى. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السفير بختيار محمد سفير أوزبكستان بالقاهرة. سيد بختيار، بعد التحية، اليوم تم توقيع عدد من المذكرات والاتفاقيات أيضا بين مصر وأوزبكستان لتدعيم العلاقة المشتركة في عدد من المجالات، كيف ترى هذا التعاون وهذه الآفاق الجديدة بين القاهرة وطشقند بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ مما لا شك فيه أن لزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان أهمية كبيرة للغاية، إذا أنها الزيارة الأولى لرئيس مصر بعد زيارة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر إلى أوزبكستان في الخمسينات من القرن الماضي. ناحيك عن أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارتين لرئيس جمهورية أوزبكستان الأسبق إسلام كريموف اللتين قام بهما في سنتي 1992 و2007. وبالنسبة للوثائق التي تم توقيع عليها في أثناء
زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنها تمكنه من توسيع التعاون في الكثير من المجالات، يعني والوسائل تخص مجالات الشباب والرياضة والتعليم العالي و التجنب من الازدواج الضريبي وغيرها يعني. وهذه طبعا الوسائط ستمكن من توسيع التعاون بين رجال الأعمال وبين يعني البلدين في الكثير من المجالات. طيب سيد بختيار، يعني اليوم وخلال كلمة رئيس الأوزبكستاني شوكة مرضيايف أشار إلى الكثير من النقاط، ولكن كان أبرزها هو اطلاع الشعب الأوزبكستاني على الثقافة المصرية، على رموز الثقافة والفكر هنا في مصر. من خلال تواجدكم هنا في القاهرة، هل تعتقد بأنه ثمة طريق يطلع الشعب المصري على الثقافة في أوزبكستان، على ملامح ثقافة الشعب الأوزبكستاني خلال المرحلة القادمة لتوطيد العلاقات؟ إن العلاقات الثنائية بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية مصر العربية شهدت تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية، وقد زار جمهورية مصر العربية خلال شهر أغسطس الماضي وفد مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان برئاسة مدير المركز سعادة السفير شاه عظيم منور، واجتمع رئيس الوفد مع قادة الوزارات والإدارات والمؤسسات العلمية والثقافية في مصر، وقام بزيارات لمتحف الفن الإسلامي في القاهرة ومكتبة الإسكندرية والمعالم والآثار التاريخية في البلاد. وكان الهدف الرئيسي من الزيارة هو إغناء جدول أعمال اللقاء بين رئيسي الدولتين بالمضمون الثقافي والعلمي، وكذلك دراسة الخبرة المصرية في إنشاء مؤسسات ثقافية وعلمية وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية بين مركز الحضارة الإسلامية والمؤسسات الثقافية والعلمية والتعليمية المصرية مثل جامعة الأزهر الشريف ودار الكتب والوثائق القومية ومتحف الفن الإسلامي ومكتبة الإسكندرية ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وغيرها. طيب وضحت الفكرة. سيد بختيار، أخيرا، كان هناك حديث عن زيارة ربما مرتقبة للرئيس الأوزبكستاني هنا في القاهرة، هل لديكم جدول زمني بموعد هذه الزيارة؟ لا، الدعوة قدمت الآن من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جمهورية أوزبكستان، وهو أعلن أنه سيلبي هذه الدعوة، لكن الموعد سيحدد عن طريق القنوات الدبلوماسية. بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير بختيار محمد، مستشار سفير باكستان هنا في أوزبكستان في القاهرة. قال وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي إن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية سيناء وتعميرها وتوفير المناخ الجاذب للاستقرار والبناء. وخلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، أكد الفريق أول محمد زكي أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن ما نواجهه من تحديات لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف لن تثنينا عن تحقيق أمن واستقرار الوطن. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على اتفاق تمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما وافق المجلس على مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الفيوم. كما أعلنت الحكومة الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي البترول والمالية بشأن الضريبة العقارية على المنشآت الخاصة بقطاع البترول. من جهته قال وزير المالية محمد معيط إن العمل جار على إيجاد آليات للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالضريبة العقارية للأفراد.
مع وزارة البترول في عهد مع الوزير قدرنا ان احنا يعني نوصل لاتفاق على المعايير والاسس والاليات الخاصة بطريقة احتساب الضرائب العقارية وآلية تحصيلها بالنسبة لقطاع البترول والثروة المعدنية. يعني فعلا التفاهم كان اكثر من ممتاز، والتفاهم كان أكثر من ممتاز ما بين الزملاء في مصلحة الضرائب العقارية والزملاء في قطاع البترول والثروة المعدنية. من جانبه قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية تعاون لتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بين وزارات الأوقاف والتضامن والإسكان. وخلال كلمته عقب التوقيع أكد جمعة أن وزارة التضامن ستساهم من خلال الجمعيات، موضحا أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لمبادرة سكن كريم و50 مليون جنيه لدعم البحث العلمي. من جانبها قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحديد الأسر الأولى بالرعاية في مبادرة سكن كريم في 10 محافظات، حيث تم الانتهاء من 26 ألف منزل. في عدد من المبادرات الحقيقة احنا بنطبقها بالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة الإسكان وبعض الوزارات الأخرى. هذا البروتوكول تحديدا هو ثلاثي بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان، والهدف توفير سكن كريم آمن يليق بأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية. سعداء بهذا التعاون اللي بنتوسع فيه مع وزارة الأوقاف، دي أحد العوائد المهمة والمباشرة لوجود قواعد بيانات لدى وزارة التضامن النهاردة فيها أكثر من 20 مليون مواطن. قواعد البيانات دي فيها كل اللي تقدموا للتسجيل للحصول على الدعم، نص اللي تقدموا للحصول على الدعم حصلوا على الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرام، النصف الآخر تم دراسة احتياجاته، مش شرط يكون مستحق لدعم نقدي ولكن قد يكون بيعاني من ظروف معينة في المسكن. قال وزير الاتصالات عمرو طلعت إنه بموجب بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي سيتم إنشاء مجمعات تكنولوجية لسبع جامعات إقليمية ضمن المرحلة الأولى، منها المنيا والمنوفية وأسوان والإسماعيلية. الحقيقة البروتوكول النهاردة فعلا بينصرف إلى عدد كبير جدا من أهداف الحكومة المصرية في الوقت الحالي، أهمها هو تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الفكر الإبداعي ودفع الشباب إلى الدخول في سوق العمل الحر. المجمعات التكنولوجية اللي احنا بصددها النهاردة الحقيقة منظومة كاملة لتشجيع هذا العمل. احنا بنتكلم على مبنى يستقبل الشباب الذين لديهم أفكار إبداعية لصقلها بمعونة إدارية بمعونة مادية. لابد من الاتجاه إلى فكر ريادة الأعمال، تشجيع العمل الحر، تشجيع أن احنا ما نبقاش مسؤولين عن تعيين الخريج ولكن نبقى مسؤولين عن إثقاله بالمهارات والجدارات التي يمكن أن ينافس فيها في أي حتة في العالم. وجود حضانات تكنولوجية مدعومة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا القدر من التكنولوجيا والعمل الإداري داخل الجامعات المصرية هيؤهل كثير من المجتمع. بجانب احنا عندنا كارير ديفلوبمنت سنتر او عندنا داخل الجامعات مكاتب للتأهيل الوظيفي واكتساب القدرات العضاية للخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، فاحنا بنعمل وبنتوسع في هذا الفكر بشكل كبير ان شاء الله. للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف المتحدث باسم مجلس الوزراء سعادة السفير اشرف سلطان، تحياتي لك سعادة السفير. اهلا وسهلا. اهلا بك. يعني ما هي ابرز نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم وايضا اهم الملفات التي تم مناقشتها؟ الحقيقه ان مجلس الوزراء اليوم ناقش اكثر من موضوع، لعل من اهمها فيما يتعلق بتحديث الخط الاول لمترو الانفاق. اليوم تمت الموافقه على قرض من بمبلغ 205 مليون يورو لتطوير الخط الاول من مترو الانفاق. طبعا هذا الخط بيخدم حوالي 1.8 مليون مواطن، وده الحقيقه عدد كبير، ومهم جدا انه يتم تحديث البنيه الاساسيه لهذا الخط بحيث انه يتم يعني رفع معدلات الامان والسلامه الى المستويات المطلوبه. نحن نتحدث هنا عن
محطات وحدات الطاقة، الإشارات، الاتصالات، أنظمة التحكم المركزية، دي كلها بتخضع إلى عملية صيانة، عملية تطوير بمبلغ 2.5 مليون يورو. نعم، يعني سعادة السفير، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرار بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر بالطريق الدائري، يعني ما مدى تأثير هذا القرار بشكل أو بآخر على التجارة الداخلية؟ هذا القرار الحقيقة بيخدم حركة التجارة الشكلية بشكل واضح. نعلم جميعا أن هناك كثافة مرورية عالية على الطريق الدائري المعمول به حاليا، وبالتالي فإن تحول أو نقل هذه الحركة المرورية إلى الطريق الدائري الإقليمي وهو طريق أكثر اتساعا وقدراته الاستيعابية أكبر بكثير، ويعني يربط بين أكثر من منطقة، يربط محافظات كثيرة، هو يعني نقلة نوعية في مجال النقل البري، بحيث أنه حركة المرور على هذا الطريق الجديد تكون أسهل وأكثر يسرا، وتوفر في المسافة وتوفر في الوقت. وأيضا الأمر معني بهدف تقليل الحوادث. يمكن الطريق الدائري العادي مقدس ويستغرق كثير من الوقت للوصول إلى الهدف، وأيضا نسب الحوادث عالية، وبالتالي فإن نقل هذه الحركة إلى الطريق الجديد إن شأنه أنه يعني يفيد النقل الداخلي وأيضا حركة المرور داخل القاهرة. نعم، أيضا يعني توجيهات رئيس الوزراء التي شدد عليها للسادة الوزراء بشكل عام في اجتماع اليوم، أبرز ما جاء فيها؟ اجتماع اليوم كان الحقيقة يعني يمكن بداية التوجيهات كانت رفع حالات الاستعداد مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك في ضوء تعرض بعض المحافظات للعواصف أو بداية يعني ظروف مناخية غير ملائمة، وده الحقيقة أمر مهم لأنه هذه الاستعدادات من شأنها الوقاية من الحوادث أو المشاكل. وبطبيعة الحال فإنه مثل هذه الأمور بيكون هناك استعدادات سنوية خاصة بها بهدف أنه يتم يعني تجنب أي مشكلة ناتجة عن طقس غير مناسب. نعم، أشكرك شكرا جزيلا، المتحدث باسم مجلس الوزراء سعادة السفير أشرف سلطان كنت معنا عبر الهاتف. كشف وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أنه يجرى حاليا إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال المؤتمر القومي للتوعية بمتطلبات المواصفات الدولية والمعنية بمواصفات نظم الإدارة في مكافحة الفساد والرشوة، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أشرف عفيفي. تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبالتعاون بين منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية، عقد المؤتمر القومي للتوعية بالمواصفة الدولية لمكافحة الفساد والرشوة أيزو 37001. طبعا تعرف أن التنمية المستدامة أحد عناصر الخطة، طبعا إهدار جهود الدولة كلها بيتم عن طريق عدم مكافحة الرشوة والفساد، فإحنا في المواصفة بنحاول نقلل وجود فساد داخل مؤسسات الدولة. طبعا المواصفة صدرت في 15 أكتوبر 2016، شغالين عليها في اللجان الفنية بحيث تبقى قابلة للتطبيق على المنشآت المصرية. النهاردة طبعا دي جهود كلها بتهدف إلى تحسين مركز مصر في مستوى الشفافية. يجري حاليا إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي وتبني مبادئ المسؤولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية، على أن يتم إصدار هذه المواصفة نهاية العام الجاري. هي تبنت وزارة التجارة والصناعة الخطة الاستراتيجية 2014-2018 مع كل الجهات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، وتعملت لجان في كل جهة من الجهات لتطبيق الاستراتيجية اللي موجودة. حطت الاستراتيجية عامة فيها معايير قياس أداء لنتيجة العمل، وديت هنجني ثمارها إن شاء الله في نهاية هذا السنة بتقرير مفصل عن ما تم إنجازه خلال الأربع سنين اللي فاتت. طبعا مواصفة الـ 37001 هي سلسلة من سلسلة المواصفات اللي بتصدرها دلوقتي منظمة الأيزو بداية من الألفية الثالثة. المواصفات كلها بتستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو المسمى في تحقيق التنمية المستدامة. يمكن بدأتها الأول بمواصفة المسؤولية المجتمعية، بعد كده في مواصفة
مواصفات شراء مستدام ومنها مواصفات مكافحة الرشوة. طبعا المواصفات دي كلها بتساهم طبعا في تعزيز سمعة المنشآت، وبالتالي بتفتح مجال لهذه المنشآت، مجال التصدير، في نفس الوقت بتكسب ثقة كمان المستهلك الداخلي. يعني توحيد المواصفات القياسية له بالغ الأثر في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات لمكافحة الفساد، اتجاه يتوافق مع اتجاهات الدولة المصرية نحو المستقبل. إسلام غنيم، تان تي في. إلى الشأن العربي، حيث أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوة بعد اندلاع مواجهات وقعت أمس عقب تظاهرة مناهضة لقرار ترامب بوقف دعم الأونروا. ويقع حاجز بيت حانون بين غزة والأراضي المحتلة، ويستخدم لنقل المرضى والمصابين للعلاج خارج القطاع، كما يعبر من خلاله الدبلوماسيون والبعثات الأجنبية والصحفيون وغيرهم. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة قرار استعماري بامتياز، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات رفض العليا الإسرائيلية التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، واعتبرته دليلا جديدا على أن المحكمة جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال. وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا للإسراع بإرسال الوقود المخصص للمرافق الصحية في قطاع غزة. وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمي ماك جولدريك إن جميع الأموال التي خصصت لوقود الطوارئ عن عام 2018 قد نفذت، لافتا إلى أن آخر كميات الوقود ستنتهي خلال الأسبوع الجاري. كما ناشدت الدول المانحة بتوفير عاجل لكميات من الوقود لصالح المرافق الصحية الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة. رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالجهود التي قام بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التي أفضت إلى التوصل مساء أمس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الميليشيات والجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها. وشدد أبو الغيط على ضرورة الامتثال الكامل للترتيبات التي تم التوافق عليها لوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح مطار معتيقة والامتناع عن أي إجراءات أو تحركات من شأنها أن تسفر عن تجدد الاشتباكات المسلحة. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن المحادثات المقرر انعقادها بشأن الأزمة اليمنية غدا الخميس في جنيف هي عبارة عن مشاورات وليست مفاوضات رسمية. وفي مؤتمر صحفي قال جريفيث أن المشاورات تهدف إلى إحياء مسار السلام وبناء الثقة بين الطرفين، لافتا إلى أن الشعب اليمني بحاجة إلى إشارة أمل لحل الأزمة. كما أضاف المبعوث الأممي أن الجميع يأمل في إنهاء الحرب في اليمن والوصول إلى حل سياسي للأزمة، وأن العمل جار لإقناع ممثل الحكومة والحوثيين إلى محادثات جنيف. كما كشف أن ملف المعتقلين سيكون على رأس الملفات من أجل بناء الثقة بين الطرفين. حذرت الخارجية الروسية من استحالة التوصل إلى تسوية في سوريا مع بقاء مشكلة إدلب من دون حل، مؤكدة حرص موسكو على خفض المخاطر المحتملة على المدنيين إلى حدها الأدنى. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريكابوف إلى أن بلاده تشعر بالقلق إزاء احتمال قيام الإرهابيين باستفزاز كيميائي جديد وتهديدات واشنطن وحلفائها بتوجيه ضربات على سوريا، لافتا إلى أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن إدلب مستمرة. إلى العراق، حيث قطع عشرات العراقيين من أهالي ناحية الإمام الصادق شمالية محافظة البصرة الطرق الشمالية المؤدية إلى حقل غرب القرنة النفطية، وذلك تأييدا وتضامنا مع متظاهر المحافظة، حيث منعوا دخول الموظفين إلى الشركات احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم السابقة التي لم تستجب لها الحكومة. وكانت السلطات العراقية أصدرت قرارا بفرض حظر تجوال شامل في عموم محافظة البصرة في الوقت الذي اقتحم فيه متظاهرون مبنى ديوان المحافظة وقاموا بإضرام النيران في الطابق الثاني وحرق عدد من السيارات. على جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية في لندن، وذلك على خلفية قضية سكريبال. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا التوصل إلى هوية الرجلين اللذين اتهما بالشروع في قتل جاسوس سابق وابنته بغاز للأعصاب في سالزبري بإنجلترا.
من جانبها كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أمام البرلمان أن المتهمين ضابطان في المخابرات العسكرية الروسية وأنهما تصرفا قطعا وفق تعليمات رفيعة المستوى. في الجهة المقابلة أعلنت الخارجية الروسية أن تسمية مدعين بريطانيين لرجلين متهمين بمحاولة قتل الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لا يمثل أهمية لدى موسكو. قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا للصحفيين إن التحقيق في الجرائم الخطيرة التي تتحدث عنها بريطانيا باستمرار يتطلب تحليلا دقيقا للبيانات وتعاونا وثيقا، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تنتظر من لندن معلومات واضحة ومفهومة على الأقل حول القضية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ماتازوروف، تحياتي لك. مرحبا 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 بك. يعني لم تجد تختفي قضية سكريبال حتى عادت الحقيقة مرة أخرى من جديد لتشعل ذلك الخلاف بين موسكو ولندن بعدما أعلنت الأخيرة عن أسماء متهمين اثنين في القضية، بينما أيضا أنكرت موسكو مجددا تورطها بهذه القضية. برأيك كيف يمكن أن ينتهي مسار هذه الأزمة؟ هذا الحدث تستمر لحتى تستمر الحرب الباردة الجديدة بين روسيا وأمريكا، لأن هذا كل القصص اللجوء إلى مواد الكيميائية أو سلاح الكيميائي أصبحت مثل موضة في علاقات دبلوماسية بين الدول الغربية أمريكا وبريطانيا مع روسيا. من وقت للآخر يثير هذا المشكلة ويرفض تقديم أي معلومات أن هؤلاء الناس صور فوتوغرافية لنشر في الصحافة البريطانية، لا يوجد هناك أي معلومات إضافية حتى روسيا تشارك في تحقيقات، لذا هذا ضروري. وبين كان أن في تزامن مع هذه الاتهامات روسيا هناك اتهامات سوريا أن سوريا كذلك تلجأ إلى استعمال المواد الكيميائية لمكافحة الإرهاب في إدلب وغيرها. وأكدوا أن بريطانيا هي نفسها نقلت، وهذا استخبارات العسكرية الروسية أكدوا هذا في سوريا، 8 براميل من مواد السامة نقلوا إلى منطقة جسر شهور جنب إدلب في محافظة إدلب. لذلك موضة لاتهامات وفي حملة إعلامية وحرب الإعلامي ضد روسيا ضد كل القوى المتحالفة أصبحت واضحة. لذلك أنا أتصور أن كل تفاصيل الأخرى بالنسبة لروسيا غير مهمة، هذا أساليب الحرب ونحن ننطلق من هذا المفهوم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على الإيضاح سيد فيتشسلاف ماتازوروف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالأزمة البريطانية الروسية ننهي نشرتنا، والآن إلى تذكرة بأبرز العناوين. في نهاية جولته الآسيوية بأوزبكستان، السيسي يؤكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع طشقند في مكافحة الإرهاب. خلال لقائه بمقاتل الجيش الثالث الميداني، وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء. بعد إعلان لندن أسماء المتهمين في قضية سكريبال، الخارجية البريطانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الروسية، وموسكو تجدد نفي علاقاتها بالقضية. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم دوما في رعاية الله وأمنه. إلى أن نلتقي، كونوا بخير.